أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة التي نطالع فيها سوية ما تنقلته الصحف المحلية والإقليمية والدولية الصادرة لهذا اليوم من مقالات وتحليلات وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير لم تتمكن الكتلة النيابية الموالية لإيران في البرلمان العراقي من عرقلة تمرير الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي لكنها تسببت في ابعاد بعض مرشحيه المفضلين عن عدد من الحقائب هذا ابرز ما اهتمت به الصحف الصادره اليوم اما بدايتنا فهي سوريه من صحيفه العرب اللندنيه التي عنونت شبح تنظيم داعش الارهابي يطارد قوات الحكومه السوريه في الباديه حيث قتل احد عشر عنصرا من القوات السوريه والمسلحين الموالين لها الخميس في هجوم نفذه تنظيم داعش في البادية السورية وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر من التنظيم هاجموا آليات تابعة لقوات الحكومة والفصائل الموالية لها في المنطقة الواصلة بين السخنة ريف حمص الشرقي في وسط سوريا والشولة في ريف دير الزور الجنوبي ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى في حالات خطره ولم يتبنى التنظيم على حساباته في تطبيق تيليجرام الهجوم حتى الان ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا قبل عام لا يزال تنظيم داعش ينتشر في البادية السورية المترامية المساحة والتي تمتد من ريف حمص الشرقي الى الحدود العراقية وايضا سوريا كتبت صحيفة الشرق الاوسط كشفت موسكو للمره الاولى جانبا من نشاط قوات النخبه الروسيه التي تطلق عليها تسميه الحرس الوطني في سوريا، وشكل وجود هذه القوات على الاراضي السوريه اضافه نوعيه للتشكيلات العسكريه المتنوعه التي ارسلتها موسكو الى سوريا منذ بدء التدخل العسكري المباشر في نهايه سبتمبر ايلول 2015 وبالاضافه الى القوات التابعه لوزاره الدفاع وهي تستند بالدرجه الاولى على سلاحي الجو والبحريه، كانت موسكو زجت بوحدات من الشرطه العسكريه لاداره المناطق التي يتم السيطره عليها بعد انسحاب قوات المعارضه. واستخدمت هذه القوات لاحقا في تنشيط الدوريات المشتركه مع تركيا في مناطق الشمال. كما تسربت معطيات في وقت سابق عن ارسال وحدات العمليات الخاصه، ولم يعرف على وجه التحديد متى تم زج هذه الوحدات في سوريا لكنها لعبت أدوارا نشطة في عمليات عسكرية عديدة وسوريا أيضا في لوفيغارو الفرنسية التي قالت متسائلة هل هي معركة بين الحاشيات المتنافسة في دمشق أم أثر جانبي لمعركة روسية إيرانية على تقاسم النفوذ في سوريا أو القليل من الاثنين حيث أكد دبلوماسيا في الأمم المتحدة للوفي جارو أن الانزعاج الروسي من الأسد سببه حقيقة أن الروس غير مرتاحين لسيطرة الإيرانيين على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا وهي منافسة غير عادلة في نظر الروس الذين يعتبرون أنه بفضل تدخلهم تم إنقاذ الأسد ولذلك فهم من يحق لهم الحصول على الجزء الأكبر من الكعكة خلافاً لما هو حاصل حتى الآن واعتبرت صحيفة اللوفيغارو الفرنسية ان هذه الحلقة الجديدة من التوترات بين موسكو ودمشق تعيد احياء مسالة الحفاظ على المظلة الروسية على الاسد ومقالنا في الشأن السوري نشرت صحيفة اندبندنت عربية تحت عنوان موسكو ودمشق والتسوية عقدة الربح والخسارة مقالا للكاتب رفيق هوري حول اختلاف الحسابات بين موسكو وكل من دمشق وطهران حول التسوية السياسية لنتابع المقال كان أوسكار وايلد يقول الجنتلمان لا يشتم أحدا بشكل غير مقصود، وعلى هذه القاعدة فإن العواصم لا تنتقد وضعا خارج بلادها من دون أن يكون الانتقاد وسيلة لتحقيق هدف، وهذا ما دارت حوله التكهنات والتصورات بعد ظهور انتقادات في موسكو لسلوك دمشق المدعومة منها عسكريا ودبلوماسيا في حرب سوريا التي دخلت عامها العاشر، وكان السؤال البارز هو: هل دقت ساعة الصفقة الكبيرة بين روسيا وامريكا حيث المقايضة بين شيء في سوريا والغاء العقوبات الامريكية والاوروبية عن روسيا بعدما ضمت شبه جزيرة القرم ودعمت متمردين في غرب اوكرانيا المسمى في موسكو روسيا الجديدة وهل يكرر الرئيس فلاديمير بوتين ما فعلته القيصرة كاترين الكبرى في القرن الثامن عشر ام ان اللعبة لها بعد مختلف هو التمسك بالمكاسب موجز ما قيل في موسكو معبر. السفير السابق الكسندر اكسينيوك وهو حاليا مستشار المجلس الروسي للشؤون الدوليه الذي يقدم استشارات لوزاره الخارجيه قال في مقال ظهر في موقع المجلس ومن ثم على موقع نادي فالداي للحوار الذي اسسه بوتين ان دمشق لا تبدو مهتمه بنهج يتمتع بالمرونه وبعد النظر وهي مستمره في الاعتماد على الحل العسكري. من الصعب وربما من الوهم تصور روسيا بقياده بوتين تتخلى عن دورها في سوريا الذي اعادها قوه عالميه وجعلها قوه شرق اوسطيه، كما عن قواعدها البحريه والجويه على شواطئ المياه الدافئه، لكن من الصعب ايضا تجاهل الاسباب التي قادت الى اختلاف الحسابات بين موسكو وكل من دمشق وطهران حول التسويه السياسيه، كما حول الدور التركي والمعادله العقدة بكلام آخر محددة جدا كل ما ربحته روسيا عسكريا مرشح للخسارة من دون الوصول الى تسوية سياسية. واي تسوية سياسية هي خسارة للنظام في نظر دمشق ومعها طهران وليس امام روسيا ولو اصطدمت بحلفائها سوى العمل على فك العقدة والسؤال هو كيف ومتى؟ والجواب لا يتوقف على حماة النظام بل ايضا على الغرب الامريكي والاوروبي. والان ننتقل للشان العراقي. عراقيا كتبت صحيفه العرب اللندنيه تحت عنوان الكاظمي ينتزع الفوز من حلفاء ايران في جولته الاولى حيث لم تتمكن الكتله النيابيه المواليه لايران في البرلمان العراقي من عرقله تمرير الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي لكنها تسببت في إبعاد بعض مرشحيه المفضلين عن عدد من الحقائب واعتبرت مصادر سياسية عراقية أن الكاظمي انتزع نقطة الفوز من إيران في جولته الأولى عندما حافظ على استقلالية وزارة الداخلية ومنع جهاز المخابرات من التحول إلى مادة في صفقة سياسية وهددت كتلة الفتح برئاسة هادي العامري التي تضم ممثلين عن أبرز الميليشيات العراقية الموالية لإيران بالوقوف ضد الكاظمي خلال جلسة منح الثقة التي انتهت فجر الخميس لكنها لم تتمكن من مواجهة المد المؤيد لرئيس الحكومة الجديدة ونورت جميع القوى المنضوية ضمن الفتح بعدما رفض الكاظمي منح حقيبة وزارية لمرشح ياسر سخيل ويقول مراقبون إن جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي كشفت الوزن الحقيقي للنفوذ السياسي في العراق. وعراقيًا نيويورك تايمز الأمريكية: "لقد قالت أن البرلمان العراقي قد اختار رئيس المخابرات السابق المدعوم من الولايات المتحدة رئيسًا جديدًا للوزراء، مما أعطى للبلاد أول حكومة حقيقية" لها منذ اكثر من خمسه اشهر في الوقت الذي تواجه فيه مجموعه من الازمات، واشارت الى ان رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي الذي اشتهر بالبراغماتيه يعمل خيارا مقبولا لايران. والقوى الاجنبيه الرئيسيه الاخرى التي تنافس على النفوذ في العراق، وقد وعد الكاظمي بالفعل باتباع نهج جديد لمعالجه الاضطرابات الاجتماعيه والاجتماع بالمتظاهرين والتشاور معهم بدلا من دعم جهود الحكومه السابقه المتفرقه لسحق او تجاهل الاضطرابات. لكن الحركه الاحتجاجيه التي نشات بسبب فساد الحكومه واستمرار البطاله في الخريف الماضي لم تعد ازمه الحكومه الاكثر الحاحا اذ جمد فيروس كورونا الاقتصاد. وايضا لوكروا الفرنسيه لقد كتبت مع انهيار أسعار النفط لم تعد السلطات العراقية قادرة على دفع رواتب الموظفين كما يؤدي حظر التجول المفروض نتيجة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 إلى تعقيد وضع الأسر الفقيرة التي تواجه صعوبة في العمل وأوضحت الأكرواء الفرنسية أنه وفقا لعادل بكوان باحث مشارك في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية وعضو في معهد البحوث ودراسات البحر الابيض المتوسط في الشرق الاوسط. الازمه السياسيه تتفاقم الان نتيجه المشاكل الصحيه والاقتصاديه مع انهيار اسعار النفط، وكذلك الامن نتيجه هجمات تنظيم داعش المتتاليه. ومن الان فصاعدا الازمات العرقيه وفي ظل المازق السياسي كل يوم يمر تذوب الايرادات الماليه للبلاد، اذ تقول المحلله روبي الحصري من منتدى النفط العراقي قدرت عائدات النفط التي بلغت 79.4 مليار دولار العام الماضي ب40 مليار هذا العام بسبب الانخفاض والآن إلى الشأن الإيراني إيرانيا كتبت اندي عربية قبل أكثر من عام بدأت, بدأت, أن المواجهة الأمريكية الإيرانية وشيكا ففي أبريل نيسان 2019 أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية ثم فرضت عقوبات على قطاع الفولاذ والحديد الإيراني وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وبلغ التوتر ذروته في يناير كانون الثاني المنصرم مع اغتيال امريكا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بمطار بغداد. ولكن اداره ترامب تتفاوض اليوم مع طهران في وقت تلتزم استراتيجيه احكام العقوبات عليها وتهدد بتدمير الزوارق العسكريه الايرانيه في الخليج. وتقضي الصفقه بافراج السلطات الايرانيه عن مقاتل سابق في البحريه الامريكيه. مايكل وايت مقابل إفراج واشنطن عن طبيب إيراني أمريكي اعتقله الأمريكيون وهذه المفاوضات ملفتة واستثنائية نظرا إلى تعاظم التوتر والتلويح باللجوء إلى القوى العسكرية بين إدارة ترامب والحكومة الإيرانية أما مقالنا في الشأن الإيراني نشر موقع صدى البلد تحت عنوان الملالي وترامب سيناريو تصعيد جديد مقالا للكاتب دكتور سالم الكتبي حول التصعيد الاخير بين النظام الايراني وترامب لنتابع المقال. وسط تواتر الانباء عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وانشغال العالم بهذا الحدث تبرز اخبار توتر جديد بين البحريتين الامريكيه والايرانيه في مياه الخليج العربيه ويتجدد الجدل والسجال التحليلي حول مآلات التصعيد الكلامي الذي بدأ بتعليمات أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني عشر من أبريل الماضي للقوات البحرية بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بسفن الولايات المتحدة، وتذهب الكثير من التحليلات إلى أن الرئيس دونالد ترامب يريد الحرب هذه المرة لأسباب واعتبارات عدة أهمها أن الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي بسبب اجراءات الاغلاق المتعلقه بتفشي وباء كورونا ويسعى الى اشعال حرب توحد الامريكيين المنقسمين حول ملفات وامور عده منها فاعليه سياسه الاداره الحاليه في مواجهه ازمه كورونا فضلا عن انهيار اسعار النفط الصخري اي انه يحتاج الى حرب لصرف الانظار عن معضلات الداخل الامريكي. الخلاصه ان التفكير الايراني الامريكي في مساله الحرب في الظروف الراهنه مسالة واردة ولكن اهداف الجانبين من هذا السيناريو متباينة فالادارة الامريكية ربما تسعى الى مواجهة مشرطية خاطفة من خلال ضربة عسكرية سريعة تسهم في رفع اسهم الرئيس ترامب شعبيا وتعزز موقفه انتخابيا وتجعل الناخب الامريكي يحسم قراره بالتصويت للرئيس ترامب وتفادي التغيير في ظل اجواء الصراع التي يمكن ان تطغى على مشهد العلاقات الخارجية الامريكية. أما أهداف الجانب الإيراني في هذا السيناريو فهي معاكسة تماما لما يريده البيت الأبيض فالملالي يراهنون على حرب استنزاف طويلة الأمد ويستطيع النظام تحمل خسائر بشرية ومادية فادحة من دون أن يواجه شبح السقوط سياسيا بسبب قدرته على الحشد والتعبئة النفسية والإيديولوجية وما يردده من شعارات تسم في خداع الملايين داخليا وإقليميا وبالتالي فالفرصة قد لا تكون مواتية تماما لتحقق اهداف الادارة الامريكية في هذه المواجهة التي تريدها محدودة وسريعة ويريدها الطرف الاخر على رقعة كبيرة من الشطرنج الشرق الاوسطي وامد زمني مفتوح. والان الى الشان العالمي. عالميا نشرت مجله انترناشيونال جوغرافيك مقابله مع الدكتور انتوني فوتشي اكد فيها انه لا يوجد دليل علمي على ان فيروس كورونا جرى تصنيعه في مختبر في الصين مستعرضا في الوقت ذاته تطورات انتشار الجائحه في الولايات المتحده وقالت المجله ان التاكيد فوتشي مدير المعهد الوطني الامريكي للحساسيه والامراض المعديه حسم النقاش الذي كان محتدما بين السياسيين والخبراء حول منشا الفيروس ومسؤوليه الصين عن تفشيه. وشرح فوتشي قائلا لو نظرت الى تطور الفيروس في الخفافيش وما هو موجود الان في الطبيعه فان الادله العلميه تميل بقوه جدا نحو الاستنتاج بانه لا يمكن ان يتم تصنيع الفيروس او التلاعب فيه فكل ما يتعلق بالتطور من ناحية الخطوات على مدى الوقت تشير إلى أن هذا الفيروس تطور في الطبيعة ثم انتقل بين الأنواع أما إكسبرت لاين الروسية فلقد كتب سيرجي مانوكوف مقالا جاء فيه تتهم واشنطن بكين بإخفاء بيانات الفيروس التاجي ما قد يكون ساهم في انتشار الوباء وبالمقابل تتهم بكين اداره ترامب بتجاهل التحذيرات وبارتكاب اخطاء وممارسه الابتزاز، وترى الغالبيه العظمى من الباحثين السياسيين والمسؤولين الحكوميين في الصين ان اتهامات ترامب للصين جزء من خطه لتشتيت انتباه الامريكيين عن المشكله الحقيقيه المتمثله بالاستجابه المتاخره والخاطئه غالبا من قبل البيت الابيض للفيروس التاجي. ومع أن رغبة واشنطن في إجبار الصين على دفع ثمن الخسائر الناجمة عن الوباء مفهومة، إنما معظم الاقتصاديين والسياسيين يحثون البيت الأبيض على توخي الحذر. لأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين في العديد من المسائل، بما في ذلك تأمين المستلزمات الطبية الضرورية. أما مقالنا في الشأن العالمي، نشر موقع العين الإخبارية تحت عنوان المعارضة التركية وجدل رحيل أردوغان مقالا للكاتب خورشيد دلي حول الخطاب الإعلامي للمعارضة التركية المطالبة برحيل أردوغان لنتابع المقال. نهاية نظام القصر اقتربت. عباره قالها قبل ايام المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري اوزغوز اوزال وسبقه إلى ذلك زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو عندما قال إن حزبه سيتولى السلطة في البلاد قريبا داعيا أنصاره إلى الاستعداد لذلك ولعل ما قاله أوغلو دفع بباقي أحزاب المعارضة إلى رفع سقف الخطاب الإعلامي المطالب برحيل أردوغان على وقع إخفاقات حكومته في الاقتصاد والحريات وأعباء أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد فضلا عن مشكلات الخارجية مع معظم دول العالم. اردوغان الذي اختفى تقريبا من الشاشات منذ انتشار الفايروس خرج ليقول ان هؤلاء يعدون لانقلاب جديد في البلاد على غرار المحاولة الانقلابية المزعومة في صيف عام 2016 متعهدا بالقصاص منهم. وهو ما دفع باحمد داوود اوغلو رئيس حزب المستقبل الى القول ان حملات حكومه اردوغان الترويج لاشاعه وقوع انقلاب مزعوم هدفها شرعنه الاستبداد ومنع حصول تغيير سياسي في البلاد. من الواضح ان قضيه رحيل اردوغان باتت من القضايا الساخنه التي تثير جدلا متصاعدا في الشارع التركي ولعل مشروعيه مطالبه المعارضه برحيل اردوغان تنبثق من جم جملة معطيات باتت تحفر مجراها عميقا في البلاد في الواقع من الواضح أن المعارضة التركية تنطلق في قناعتها بقرب رحيل أردوغان من فشل أردوغان في مختلف المجالات وليس من أعدادها لانقلاب عسكري ضدها كما يدعي أردوغان خصوصا أن المعارضة هي أحزاب مدنية على غير صلة مباشرة بمؤسسة الجيش ولعل استراتيجية المعارضة تتركز على الدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وتشكيل جبهه مشتركه تنهي تشتتها وانقسامها والاهم الالتفاف حول قائد توافقي كاريزمي لقياده المرحله المقبله في مواجهه اردوغان حيث تبدو ثمه فرصه حقيقيه امام المعارضه التركيه لتحقيق مطلبها هذا وهذا ما يفسر تاكيدها ان اردوغان راحل لا محاله والان الى اخبارنا المنوعه. اخبارنا المنوعه بدايه من صحيفه المدى العراقيه التي كتبت بدات العديد من دول العالم اعاده فتح اقتصاداتها تدريجيا عقب مواجهه وباء فيروس كورونا المستجد والمدمر وقد يكون الانتقال الى نموذج نقل حضاري وأكثر استدامة السبيل الوحيد لتجنب حدوث فوضى في المدن الكبرى حيث يشكل الازدحام تهديدا وتطلع إيطاليا إلى الدراجات الهوائية لتخليص مدنها من التكدس المروري المنتظر أن يعود عقب الرفع التدريجي للقيود التي كانت فرضت للحد من تفشي الوباء وتأتي مدينة ميلانو في المقدمة في هذا الشأن وبدأ العمل هذا الأسبوع في مشروع لإضافة نحو 35 كيلو مترا إلى الشبكة القائمة من الحارات التي تسير فيها الدراجات الهوائية والتي يبلغ إجمالي طولها حاليا 220 كيلو مترا ومن المقرر الانتهاء من العمل في هذا الجزء بحلول نهاية العام الجاري ونبقى في أخبارنا المنوعة اضطرت جائحه فيروس كورونا ببعض سكان العراق ودفعتهم الى اسوا حالات العوز بعدما اجبرت الاجراءات المفروضه للوقايه من الوباء بعض الفئات على البقاء في بيوتهم دون عمل لنتابع يقول بعض العراقيين في حي الاعظميه ببغداد ان اغلاق ابواب المتاجر والبيوت عندما تحين ساعه حظر التجول يوقظ ذكريات صدمات سابقه حصدت الارواح وضيعت الارزاق ما بين فرق الاغتيالات الطائفيه والغزو الاجنبي والخراب الذي جلبته العقوبات الدوليه والآن أصبحت جائحة كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا مصدر معاناتهم الحالية، وروى أشخاص من سكان حي الأعظمية كيف دفعت الجائحة بأسرهم إلى أسوأ حالات العوز التي تعيها ذاكرتهم، وأصبحوا يتلقون الآن وجبات الإفطار التي تبرعت بها إحدى الأسر في مسجد بالحي خلال شهر رمضان والتي غالبا ما يقبلونها لأول مرة الله أكبر, الله أكبر, رب الأسرة التي تبرعت بالوجبات ويدعى أبو عبد الله ناس ما عندها أكل ناس تجي تأكل ناس جوعانة يعني يعني الأوروبا وفرت أكل لل... وفرة اكل وفرة سكن وفرة راتب للناس التزموا بالحظر احنا وفر وفر للناس اكل انطوهم اكل انطوهم راتب احنا وقع يسقطعون الراتب يعني مع الاسف يعني الناس جوعانه سائق التاكسي صاحب المحال صاحب البسطيه او الاجور اليوميه مين يعيش والإجراءات اللازمة ومنها حظر التجول في مختلف أنحاء البلاد الساري منذ منتصف مارس آذار أدت إلى توقف متاجر عن العمل وفرضت على من يعيلون أسرهم البقاء دون عمل في البيوت، الأمر الذي أضر بشدة بالقطاعات الضعيفة من السكان. وقال عبد الزهر الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية: إن 20% من السكان يعيشون حاليًا في فقر. وان من المتوقع ان ترتفع النسبة الى ما يقرب من 30% هذا العام بسبب تعطل الناس عن العمل بفعل الازمة وفي الشهر الماضي اعلنت الحكومة توزيع اعانة شهرية قدرها 25 دولارا للاسر التي لا تحصل على اجور من الدولة وقال الهنداوي ان 13 مليون شخص اي حوالي ثلث العراقيين تقدموا بطلبات للحصول على هذه الاعانة والان وقفه مع ابرز الرسوم الكاريكاتيريه التي تناقلتها الصحف الصادره لهذا اليوم لنتابعها سويه نهايه الجوله شكرا لكرم المتابعه ولا تنسوا زياره موقعنا الرسمي اليوم tv.net في دوت نت الى اللقاء